انت مكانك مش هنا. امال فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق مع الشهداء. وانتوا هتقعدوا هنا تحت وانا هطلع فوق لوحدي؟ ايوه. طب ما تطلعوا انتوا فوق وانا استناكوا هنا تحت. هذا قدرك. بعد تربعه على عرش النجومية في مصر والوطن العربي لأكثر من 50 عاماً وبعد غياب دام لما يقارب 4 أعوام، قرر عمود الفن العربي الزعيم عادل إمام التفرغ لحياته العائلية، وهذا ما أعلنه ابنه الأكبر رامي إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا بابا؟ لو ما واقف في سوري اخبطت لي على ظهري. بسم الله الرحمن الرحيم. استنيت يا زين. انا بقيت كويس، انا بقيت كويس. زينب عملت اللي عليها الحقيقه، انا بقيت كويس. الواد ده ديوس، ديوس. فلقد ترك وراءه مسيرة حافلة بالنجاحات الجماهيرية وإثارة الجدل والمحطات السياسية التي عرضته لانتقادات عديدة، إلى جانب المسرحيات الكوميدية التي منحته لقب الزعيم. فلقد تصدر اسم الفنان عادل إمام الترند في مصر والعديد من الدول العربية بعد انتشار خبر اعتزاله والتفرغ للحياة الأسرية، حيث سلط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على مسيرته الحافلة بالمشاهد الكوميدية. وعايز تتعين كتكنيلة على أمك. انت بتضحك؟ بتضحك في العزاء بتاع جوز خالة رئيس الوزراء؟ اخلص خالص.